ربك نوم اسمه بشويس بن نوت الذي جبلنا وخلقنا وضعنا الفردوس نعيم دما خالفنا الوصية بغاية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين آخر الأيام زارتنا نحن جلوسا في الظلمة وظلال الموت ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. لنا صورة كده بس يمكن صورة باهتة جدا عن صورة الله المحب، يعني صورة ضعيفة قوي، يعني مش بتمثل الحب الحقيقي بتاع الله الآب. صدقوني ده احنا بقينا دلوقتي نتحايل على الناس نقول له من فضلك قبل ما تنام قول أبانا الذي، علشان خاطر أبانا الذي بس. تخيلوا احنا وصلنا لإيه في القوانين الروحية؟ أبانا الذي. لو سمحت اصحى الصبح كده فتح عينيك وقول أبانا الذي، ما تقولش حق يقول لك ما عنديش وقت، أنا برجع تعبان ما فيش وقت، ما تطلبش مني حاجة خالص. الفترة اللي فاتت اتمتعنا بمحبة نيافة الأنبا برنابة، قام بزيارة روحية رعوية للإبرشية واستقبلنا نيافته في عدة كنايس من كنايسنا، وكانت زيارة أبوية روحية جميلة قدم فيها تأملات وعظات وإرشادات روحية جميلة لشعبنا، وكم أسعد الناس أنهم يلتقوا بشخصه، هو شخصية محبوبة وإنسان قريب إلى القلب والفكر والعقل، وتحدث للناس أحاديث روحية جميلة أشبعت الناس وفرحتها، وسمعنا سعدنا بزيارته لينا، ونتمنى دايما نتمتع بمحبته وأبوته وأخوته وصداقته، ونرى في شخصه الراعي الأمين المخلص المحب لشعبه ولأولاده. وبنشكر نيافته على تعبه معانا، ويعيش سيدنا ويزورنا ويباركنا، وتبقى زيارات روحية جميلة تنتعش فيها الحياة الروحية لشعبنا. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فرحة كبيرة وشكر من كل قلبي لنيافة الحبر الجليل سيدنا المحبوب نيافة الأنبا رساني على دعوته الكريمة ليا ان انا اجي اخد بركة واصلي مع نيافته في كنايسنا الجميلة الحلوة في أمستردام وفي بلجيكا. امبارح كنا بنصلي في كنيسة في أوتريخت، والنهاردة بصلي في كنيسة هنا في بلجيكا، وأنا فرحان جدا بمجيئي، وطبعا الفرحة بتاعتي تزداد فرح أكتر لما أنا عرفت أن سيدنا الأنبا أرساني احتفل بيه شعبه من كام يوم بعيد رهبانته الأربعين، وحقيقي فعلا 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 هنيئا لهذا الشعب بنيافة الأنبا رساني، وهنيئا لسيدنا الأنبا رساني بولاده، ونهني من كل قلبنا سيدنا لعيد رهبانته المبارك. سيدنا الأنبا رساني تربطنا به صلة محبة وصداقة من مدة طويلة جدا، وحقيقي تقابلنا كتير وبنتقابل دايما دايما في الخير، وهو إنسان أب وراعي محب وقلبه كبير قوي، يرعى شعبه بكل أمانة وإخلاص، ويدور دايما على ما يفيد الخدمة ويعمله. والعمل العظيم اللي عمله في أمستردام وفي كل هولندا وبلجيكا، والكنائس الجديدة اللي بيأسسها واللي بيشتريها واللي بيبنيها والدير والخدمة والأباء الكهنة، شيء فعلا فعلا قمة النشاط سيدنا الأنبا رساني. احنا بنصلي ربنا يديه الصحة ويديه طولة العمر، ونقول له يا سيدنا ألف ألف مبروك، وعقبال يا سيدنا ما نحتفل بالمئة سنة رهبانة ومئتين سنة، وربنا يديك العمر الطويل وإلى مدى الأيام يا سيدنا، في كل حب وكل تواضع وكل إخلاص لكنيستك ولولادك ولكل اللي بيحبوك. كل سنة والكنيسة كلها طيبة، وكل أباء الكنيسة منورنا ومفرحنا دايما. احنا النهاردة فرحنا جدا بزيارة كلها بركة من سيدنا أنبا برنابة أسقف روما وتورينو، واتمتعنا بمحبة يعني في كلمات قليلة وفي وقت بسيط جدا، لمسنا محبة كل الناس لمستها، وأبوة جميلة جدا جدا جدا. نشكر سيدنا أنبا أرساني
انه دايما مفرحنا وبيباركنا بزيارة الجميلة ديت، ونتمنى من ربنا يديله الصحة والعافية ويديم كهنوته لسنين كتير حلوة قوي، مفرح شعبه ومفرح كل الأبروشية. ربنا يسنده بصلواته، يسندنا بصلواته وبصلوات سيدنا أنبا برنابا. كل سنة وانتم طيبين.